السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير نتوما؟ لاباس عليكم، عاش من شافكم وسمع صوتكم. وكي راكو دايرين؟ قولوا لي بالله واش كاين الصوت ولا لا في الفيديو اللي سجلت؟ لان قتلتوني الصوت الصوت الصوت. الان دايرين شحال مخايد؟ درنا جوج، واحد لاصق في واحد. وكي راكو دايرين؟ بزاف اللي قالت لك العدو عندي القولو العصابي، يعني بومزوي. كاين اللي ما تفرقش بينه، قولوا العصابي راه هو بومزو، باش ما تبقاوش تغلطوا ريسان كورنا. فعلا القولوا العصابي كيشدنا، كتقول واش كيشد من السحر. فعلا كيشد من السحر، كيشد من العصاب، وكيشد ثاني كيما تسموا الماكله كلها اللي ناكلوها. ما كنغسلوا لا تفاح لا بنان لا حتى شي حاجه، غيكون البنان سمعوا لان فيه القشور. الفواكه ديما خاصك تغسلها. وثاني كاين العصاب كيشد، ويلا غير العصاب دغيا يبرى. بصح الا شدك من السحر خاصك تداومي الوصفات، فهمتي؟ لان من السحر صعيب، وخاصك تداومي هاد الوصفه. خاصك الا بقيتي ديريها ديما ساهله، هاد الاعشاب موجوده عندكم، موجوده غير اللي ما بغاش يدير، فهمتي؟ ها غادي تقول له ابراهيم والاعشاب، وكتكثر علينا الاعشاب. قلت انا باغيك الدواء، ما باغيش بحال داك اللي دبزو. قلت لك دير ورقه سيدنا موسى وعلقيها، جيبي الشجره وغرسيها في الدار احسن. يا انت راه فهمتي، راك الا ما خدمتيش ما تاكليش. هاد الدنيا بنادم دنيا بكري مشات، خاص بنادم يخدم. ينوض يخدم يبكر، الا ما عطاتكش هاد البلاد تمشي لبلاد اخرى، فهمتي؟ بغا تمرة ولا راس. المهم هنا غادي ندير لكم الوصفة زوينة نتاع القولون العصبي، لأن من القولون العصبي كيشدنا الفشل، كيشدنا الرأس. يعني شي مرة كتقولي الشقيقة الشقيقة ورا شادك من القولون العصبي، عند هذوك العروق يعني الخيطان متصلين بكل جهة، فهمتي؟ كيشدك هذاك الوجع وتمشي حاشاك الحمام وكيسميته، يعني عندك سحر وتكلتي بزاف في الحمام، هذا السحر ما شدكش من العصا، يعني مشيتي ووكلك شي عجينه ما نعرف فين باش تحضي راسك كلها في الماكله، ولا الماكله اللي كتجيك. وتاني شي مره كيصيفطوا لكم ماكله موجوده كلشي، ولكن انتم ما عارفينش دايرين النيه وكلشي، ولكن ديك الماكله راه فيها السحر، غير انتم تاكلوها ويشدكوا كلشي. قول العصابي اللي فشل كلش، راه ما بقاش تيقه ديك النيه نتاع بكري. كنا حنايا ملي كنا في العروبيه ونكونوا جايين من المدرسه، كنا نديروا السوارت، كان يديروه الوالدين ديالنا تحت حجره تما واحد الباب، ما كانت لا شفره لا والو، وتشوفك غير شي وحده من القريه والله، وتجي طيب لك وكلشي، وطيب كاع دوك الدراري نتاع الجيران وكلشي. لا والدي هو ما كاينش، داك الشيء مشى مشى اليوم، اليوم بقى غير الانتقام، سحر الانتقام. ما عندك والو خاليه داري، انت وليداتك وداك الراجل كاع ما خدامين ما ردامين، وتلقاي هو يحفر لك، انت راكي ناعسه وما يحفر، ويلا ما يدير لك حتى شي واحد كاع، فهمتي؟ تمشي للزنقه ثاني كي ديري سحر مرشوش، ها هي كلشي تبلعت عليك، دايرينها لفلانه ولا فلان بسميتو، ولكن يلصق فيك. انت عندك جواد زوينين، وعندك ولا زهريه ولا زهري كيشد فيه دغيا، ديما ديروا التحصين، خاصكم ديما ديروا التحصين. وغادي ندير لكم هاد الايام التحصين باش تبقاو تهزوه معاكم وساهل، فهمتوا؟ وديروا حتى الوليدات، لاننا حتى البنيه دايره، وكتموت على المسك الابيض البنت ديالي، دايره تحت الناموسيه، تحت الوساده ديالها، دايره في الكارطاب ديالها، دايره في كل جهه، فهمتوا؟ دايره في كل جهه. من الزين هنا كيعجبنا، ما كيعجبنيش الاسود، بصح الابيض كيعجبني، بصح اللي مجهد، المجهد الاسود في الريحه، هذا مجهد على هذا. بيه ديروا عطر مطهر، فهمتوا؟ غادي نديرها لكم. المهم احنا نهضروا على القول العصبي. نتوما خاصكم ديما اولا تمشيو للطبيب باش يقول لك قراي على هذا الكاس ديال الماء وشربي هذا، وقراي عليه الرقيه وشربي، وغادي يقرا القول العصبي غير كذا. هذوك السعيرين وكيسميتها ما عمرو يبا، خاصك اعشاب. انت غادي تقراي على هذاك الكاس وتمشي تشربيه، ودغيا يشدك اسهال، وكتمشي للحمام وخوتي القران، لان كيشد الاسهال في الرقيه. انا داروها لي في البلاد،
كنديرها في البلاد نهار من التوكي سميتها، ولكن هذا كذابي غير كذابي. التاجئوا للطبيب والتاجئوا للعشاء، فهمتوا؟ والله سبحانه وتعالى والصلاة وكسمتها. ومن هذا ما يفرطش في دينه، بزاف الدراري هنايا والدريات ولاد اوروبا اللي زادوا هنا كيفرطوا في الدين ديالهم، والله ديما خلقوا صح. ما كيسمعوش لوالديهم، ولكن الوالدين الا جاوا داروا شي حاجة عدي باللي راهو في المغرب يصيفطوه، لان هنايا القانون حقوق الطفل، المرأة والحيوان والراجل هو الرائع. إذا كان شي واحد ناوي ولا شي وحدة ناوية من المغرب جايين ولا من الدول العربية جايين لأوروبا، خاصكو تعيدو ديك العقلية ديال طالبة، فهمتو؟ راه الراجل هو الأخير هنا. حقوق الطفل، حقوق المرأة، وحقوق الحيوانات، فيها كلاب، فيها قطط، في كل شيء. والراجل في المرتبة الرابعة. إذا عندك ديك العقلية ديال طالبة قعد تما تحت أمك، لأن لا تزوجتي من لهنا غادي تصيفطك ولا ترمي لك ساكك برا وتبقايش فيا قدام العديان. لان شي وحدين كتكون عنده عقل طالبان ويقول لك انا ندي وحده في اوروبا، هي قاريه هنايا وكتمشي بالليل وتمشى مع صديق ديالها ومع صديق بحال الراجل. يعني هنا عندنا المراه بحال الراجل، ما كانش اللي تعدى عليها الا واللي تعدى عليها كاين واحد من النيميرو دغيا يجي. وكاين اللي يقول لك لا انا خاصني نديها في اوروبا، علاه اللي في المغرب ولا في الجزائر ولا في ليبيا ما تزوجش، باغي غير اللي في اوروبا. يعني الطمع، اما ذاك الطمع راه غادي يخرج فيه وتكلم لك اصحاب الصباه يرموا لك ساكك برا وتبقى شفايا قدام الجيران تاع الله يصيفطك للبلاد. باش هذيك العقليه خاصك تبدل عليها، المراه خاصها تريح في القهوه، تخرج مع صديقات ديالها، مع اصدقاء ديالها، لان زايده هنايا وقرات هنايا وعندها التربيه ديال هنا. وي هاك ديك العقليه ديال الطالب. غادي تقول له ابراهيم طرطا. انا نفهم لكم بزاف لان الناس كيكونوا غالطين. حنايا غادي نجيبوا الرمان، الرمان هاو قشر الرمان، حنا غادي نجيبوه ونطحنه. غادي ندير لكم جوج وصفات بالقشور، ها حنا طحنينه، هنا طحنه هنا. غادي نجيبو حنايا كاس ديال اللبن ولا كاس ديال الحليب على الصباح على الريق، تشرب اللبن ولا تشرب الحليب. إذا كان في اللبن حسن، غادي نهزو معلقة صغيرة ونديروها في داك ديال الكاس ديال اللبن، وغادي نشدو تاني كاين شوية ديال الزعتر، نص ديال المعلقة، خاصه يكون مطحون، هذا مطحون هذا مطحون، ونديروه تاني كاين تم. غادي نكونو تاني كاين الخرو نطحنوه بوحده، وقشر الرمان نطحنوها بوحده، تاني كاين نهزو. واللي بغا دير غير نص معلقة دير نص معلقة، اللي ما قدرتلاش لأن مجهد. انا كنديرو مطحون وكنديرو في عوض ندير القهوه، كندير الرمان مطحون وكندير كزبده وديروه بوحده، والخروب مطحون ودير الزعتر ثاني كن مطحون، ونهز بيه نص معلقه نص معلقه ونديروه في كزبده في القهوه ونطبخ. ما نديرش القهوه ولكن في عوض القهوه لان زوينه نطبخ. غادي نهزو نص معلقه، غادي ندير لكم لان غادي تجيكم مجهد، نص معلقه مقشر الرمان، نص معلقه من الخروب، نص معلقه من الزعتر، نديرو في داك الكاس ديال اللبن ولا الكاس ديال الحليب، نخليهم واحد نص ساعه ولا حتى يطلقوا، ونصفيهم ونشربوها على الريق. نديروها في الصباح وفي الليل باش يخدم يكونوا مزيان، باش كانت حاجه كنت من الصباح بنادم يبكر ويمشي للحمام يكون مزيان، فهمتوا؟ راه زوينه بزاف. ثاني كاين حنايا غادي نجيبو يوترو ديال الماء، نجيبو يوترو ديال الماء وغادي نشدو واحد الطرف ديال قشر الرمان ونديرو في داك اليوترو ديال الماء. إذا كان عندك الماء ديال الشتاء ولا ديال الثلج زوينة هديرها تجربة، واللي ما عندهاش غير الماء العادي غادي نشدو تلك الخرب شوية، ها شوف قشر الرمان شوية خذو كسمته، ونجيبو يوترو ديال الماء ونديروه هنايا، ونهزو تلك الزعتر غير واحد شوية ونديروه هنا، نخليه يطلقو واحد الساعة، لأن الرمان يطلق يولي بحال الدباغ يطلق غير نص ساعة، ساعة يا ربي ساعة، ونصفيوهم وهذاك الماء ثاني كنبقاو نشربوه. ها هما جوج وصفات ساهلين وداوموها، ما تمشيو حتى لشي حاجة. كيداوي جرثومة المعدة، كيداوي الغدة الدرقية، هادو راه زوينين. حتى لا كان عندك وجع ديال المفاصل وكسمته زوين، هادي داوموها وراه ساهله ورخيصه. علاش ديما كتشري قشور الرمان وكترميوها؟ الخروب ثاني كي كترمي، راه قشور الرمان زوينين، تبخروا بهم، تطحنوا بهم، ديروا تبخروا بهم، علقوا له العصابي، راه فيه بزاف ديال المنفعه.
تاني كين هو كديروه شي مره للشهر، كديريه كسميتها يطلق واحد الساعه ولا، وتلقى دير واحد القرعه ديال الفخفخه او لا الطحني وديريه مع الحنه، راه زوين. تاني كين كيطول الشعر ويريد تساقط الشعر، راه زوين خشو الرمان. وانتم كترميهم وشي مره كتكون الرمانه بها بالبودور ديالها، خليوها حتى تيبس وطحنها، لان ديك البودور فيها منفعه كثير، واللي بغات غير البودور فيها منفعه كثير، لان البودور هي اللي كتنقص الوزن، واللي عندها الكرش اللي عندها تاني كتبان صح ما نهضرش لان نفوت الحدود كنغلط لان الدريات واحده تقول لك باغي نضعف، واحده غادي ننقص مانا، واحده غادي نزيد في الوزن. كان بغي يكون متع لكم، وهذه الوصفه راه سهله، فيها جوج ديال الوصفه، ديروها في الماء اولا ديروها في اللبن والحليب. سيدي تبارك الله عليكم وعواشر مبروكه، ربما ما نتلقاوش.